تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في مباشر سبور كالعادة عبر قناتكم شوف سبور في عدد جديد نطل عليكم به طبعا للحديث عن جديد الأخبار المتعلقة بأنديتنا الناشطة في البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، وكذلك كما كنقول لكم في كل عدد أخبار الفرق ديالنا ديال أقسام الهواة. أكيد كما شفتوا في العنوان ديال هذا المباشر المخصص طبعا للحديث عن موضوع استفادة طبعا بعض الأندية في البطولة الاحترافية لكرة القدم من صيانة ديال الملاعب ديالها طبعا فيما يخص العشب الطبيعي، فيما يخص العشب الاصطناعي، العديد من الأشياء في هذا الموضوع. طبعا هنالك أندية أخرى تشكات في العديد من المرات طبعا، خصوصا عبر شوف سبور وعبر مباشر سبور، بأنها ما استفدتش من هذه العملية هذه اللي كتشرف عليها طبعا وزارة الشباب والرياضة وكذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذه الأخيرة طبعا في السنوات الأخيرة ما ننكروش أنه قامت بعمل كبير فيما يخص طبعا تأهيل وصيانة الملاعب الكروية، خصوصا الملاعب ديال الأندية المنتمية لأقسام الهواة أو القسم الثاني، لأنه صراحة في الماضي كنا كنتبعوا شي ملاعب اللي بكل صراحة ليست صالحة لإجراء مباريات كرة القدم، يعني ما يمكنش أنك تلعب فيها مباريات ديال كرة القدم. من الجماهير اللي تشكوا لي صراحة أنه الأندية ديالها ما استفدتش من هذه العملية هذه، وحنا وعدناهم إن شاء الله باش أننا نقوموا بواحد العملية ديال التفقدية طبعا لهذا الملعب. هذا هو ملعب النهضة السطاتية، ملعب النهضة السطاتية اللي حسب الجماهير ديالو اللي تواصلوا معنا في المباشر سبور أنهم ما استفدوش من صيانة وإعادة تأهيل الملعب ديالهم، كذلك ما كانتش واحد الزيارة تفقدية لهذا الملعب هذا. احنا غادي نقوموا إن شاء الله كما وعدناهم بواحد الزيارة لهاد مدينة السطات باش كذلك نشوفوا الأجواء تما ونشوفوا واش فعلا الملعب ما تماتش يعني وما دخلش في البرنامج ديال إعادة تأهيل الملاعب الكروية. طبعا هذه العملية اللي بدات من شحال هذه بأنه غيتم حسب ما قالت وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غيتم تأهيل 44 ملعب لكرة القدم بالنسبة للأندية المنتمية إلى أقسام الهواة، وذلك من أجل طبعا توفير ملاعب يعني كتليق بمستوى كرة القدم الوطنية. طبعا هاد الشيء هذا غادي يتم كما قالت الوزارة بنوع خاص من العشب طبعا عبر نوعين، الأول هو عشب يعني 40 مليمتر يعني زائد طبقة مطاطية 20 مليمتر، وعشب يعني ب60 مليمتر، وكلا الصنفين طبعا عندهم معايير ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم. باش ما نكذبوش أنه في الماضي طبعا حتى في البطولة الاحترافية لكرة القدم قبل ما ندخل الاحتراف عندنا كانوا عندنا ملاعب اللي غير صالحة بتاتا لإجراء المقابلات الرياضية في كرة القدم. بعض الملاعب طبعا في البطولة الاحترافية دابا مازال الأندية ومازال اللاعبين كيتشكوا منها. بعض الملاعب مثلا أنا بزاف ديال اللعبة كيتواصلوا معايا من الفرق اللي كتزور مثلا ملعب سريع واتزن، كيقولوا لي هذاك الملعب غير صالح طبعا لإجراء مقابلات كرة القدم لأنه ملعب اصطناعي. هذا الشيء هذا كيأثر بكل صراحة، كيأثر وكيأثر بزاف. خلال طبعا الولاية السابقة ديال الوزير ديال الشباب والرياضة السابق رشيد الطالبي العالمي كان قال على أنه غادي يوقف على هاد إعادة تأهيل الملاعب، ويعني وتصبح كلها ملاعب
بعشب طبعا، يا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية، ولكن يكون عشب يعني صالح لإجراء مباريات كرة القدم. هذا كان طبعا على لسان رشيد الطالبي العالمي وزير الشباب والرياضة السابق. عموما تواصلت معنا بعض الجماهير، حنا وعدناهم ان شاء الله باش من كما كيقولوا باش من يعني نبقاوش نرميو الناس بالباطل. حنا غادي نمشيو نديروا واحد الزياره لذاك الملاعب اللي فعلا الجماهير ديالها كتواصل معنا وكتقول لك ما دخلاتش في البرنامج ديال وزاره الشباب والرياضه وكذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. النهضه السطاتيه نموذجا، غادي نشوفوا واش فعلا ما استفدتش، ولا كانت يعني ما استفدتش الملعب ديال النهضه السطاتيه، علاش خصنا نعرفوا علاش، لانه في هذه السنوات الاخيره تبعنا العديد من الملاعب اللي استفدت من هذه العمليه. مثلا ملعب ديال الحسن الثاني بفاس كان صراحه في واحد الحاله يرثى لها، ملعب كان غير صالح بتاتا لاجراء المقابلات كما كنقولوا ولا يعني خارج النص، ولكن من بعد ما اشرفت عليه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وكذلك يعني وزاره الشباب اصبح الملعب صالح لاجراء مقابلات كره القدم. يعني ملاعب كثيره جدا، يعني تقريبا منذ 2015 وانت جاي دائما ما كنا كنسمعوا انه كيتم تسليم الملاعب الرياضيه طبعا من طرف العصبه الوطنيه لكره القدم هواة السنوسي طبعا، اللي كان دائما كيسلم الملاعب اللي كتجهز. هنالك اخبار، هنالك حديث كذلك حول الملعب اللي في شوف سبور هضرنا عليه بشكل كبير، فتحنا نقاش مع الجمهور ديال المدينه، مع الجمهور ديال الفريق واللي هو فريق رجاء بني ملال. الملعب ديال بني ملال اللي كانوا وصلونا بعض الصور ديالو تقريبا في شهر واحد في شهر جوج كان خارج النص، وكان يعني خارج انه تجرى فيه مقابله حسب المعطيات وحسب الصور اللي وصلتني انه الملعب اصبح جاهزا لطبعا اجراء المباريات لكره القدم، وسيتم فتحه طبعا بالنسبه لفريق رجاء بني ملال اللي كينافس في القسم الوطني الثاني خلال الاسابيع القليله المقبله. كذلك كاين الملعب ديال الاتحاد الرياضي البيضاوي، ملعب ديال الطاس العربي الزاولي اللي صراحه انا زرته قبل ما تبدا فيه الاشغال، كان ملعب يعني بصراحه كان روضه، ما كانش ملعب غير صالح بتاتا لاجراء المقابلات. زرته عاوتاني وهو كيتصلح، كان عمل كبير وتحياتنا للناس اللي شرفوا على الملعب. حتى عاوتاني زرته وهو في حله جديده، وكنا دوزنا التصاور ديالو عبر شوف سبور، درنا له واحد الغوبورتاج تماك. اصبح ملعب جميل، مدرجات جميله، اصبح التيران في حله جديده. عموما هادشي اللي بغينا احنا ان شاء الله، ولكن بغينا جميع الانديه تستافد، واللي ما استافدتش علاش ما استافدتش. عموما كما قلت يعني الوزاره شحال هذه قالت انه 44 ملعب اللي غتستافد. العشب غادي يكون يعني كما جاء في طبعا في يعني في الـ في الـ في الخطابات ديال وزير الشباب والرياضه انه غادي يكون عشب صالح لاجراء مباريات في كره القدم. طبعا كانوا تواصلوا معايا كما قلت في الماضي، يعني بعض الجماهير اللي كينتميو للسطات، عشاق فريق النهضه السطاتيه، وقالوا لي انه ما استفدوش. انا ان شاء الله انطلاقا من هذا الاسبوع هذا غادي نبحث في هذا الملف ديال عدم استفاده النهضه السطاتيه يعني من هذه العمليه ديال اعاده تاهيل الملاعب الكرويه. محمد كيقول لي يا خويا عثمان حنايا تواصلنا معك ديجا، جماهير النهضه السطاتيه ما عندناش ملعب. فوالا حنا غادي نشوفوا هذه العمليه هذه، غادي نبحثوا فيها باش انه يتم يعني الضرب بيد من حديد على مستوى المسؤولين، الناس اللي كيوعدوا الناس بشي حاجه خصهم يوفيو بها. نشوفوا علاش السطات ما استافدوش منها. كيقول لي ملعب تطوان الكبير الى اللي تشن جلاله الملك محمد السادس اين هو؟ هذا هذه وئام كتسائل
عموما ملعب، ما عرفش انا يعني الملعب اللي تشم صاحب الجلالة ابار ثانية الرمل. المعلومات اللي عندي هو انه الملعب ديال ثانية الرمل في هذه الايام هذه كيستافد مع عملية الصيانة. اصبح فريق المغرب الرياضي التطواني مطالب انه يلعب في ملعب اخر باش انه الملعب ديالو الثانية ترمل يستافد من عملية التأهيل وغادي يصبح في حلة جديدة. كانوا شباب الريف الحسيمي كيقولوا لي ميمون العرسي كذلك ما استافدش. عموما بزاف ديال الجماهير اللي تفاعلوا معايا، كل واحد وشنو 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 طبعا كيقول، ولكن احنا ما يمكنناش نتيقوا اي واحد. طبعا جماهير على راسنا وعينينا، جماهير كنسمعوا الكلمات ديالهم، ولكن خصنا نمشيو لعين المكان باش اننا نشوفوا علاش هاد الانديه ما استفدتش. عموما كاين بعض الجماهير اللي كيطلبوني كيقولوا لي يا خويا عثمان المغرب الفاسي فاز. صحيح المغرب الفاسي فاز، ما كاين باس نعطيكم النتائج كلها ديال الدور الرابع والفرق اللي فازت اللي انتصرت واللي يعني